روحي غنام. اليوم شعور لا يوصف، مولود بعد 21 عام من فضل رب العالمين بدون اي يعني زراعه او شغله، هذه من فضل رب العالمين من بعد الحرب. انا استمريت في هذا الموضوع 14 محاوله، عملت اكثر من محاوله، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين انه الامور كانت يعني إرادة ربنا فوق كل شيء، إنه قدر بدون أي مساعدات لا زراعة ولا غيره. قدر ربنا إنه أجى المولود طبيعي جدا بدون أي شيء، من شعور لا يوصف، يعني إشي بتستناه من سنين. فجأة يقول لك الدكتور حامل، أنا لحتى الآن عايش بحلم، حلم ضاف حياة جديدة، بتبدأ من جديد. اليوم حياتي أنا بدأت من جديد. بعد الحرب الأخيرة احنا اكتشفنا ان المدام حامل. نعم.